السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله عظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيب في الله، قد استمعنا لهذه الآيات التي تليت على أسماعنا من سورة مريم. ورب العباد يذكرنا بحقيقة المعاد، وكيف أنكرها جم من العباد، فيقول تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حي. ولما يقول ويقول الإنسان، فاللام هنا يقينا للعهد وليست للجنس، فليس كل الناس قالوا هذا، فيقينا هي للعهد، أي من قال هذا طائفة من الناس وليس كل الناس، فكل من قال هذه الكلمة دخل تحتها كلمة الناس. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قضية البعث يا إخواني قضية في منتهى الخطورة، وجل الأنبياء الذين جاءوا ووجهوا بها، ما منهم نبي بعث إلا وجد من أقوامه من ينكر البعث. وأنا أعجب، يعني حتى الرسول الغابرة كفر كان يؤمن بالآخرة. الفراعنة قديما مع أنهم من أكفر خلق الله، لكن كان عندهم اعتقاد في البعث، بل في حفرياتهم وضعوا الموازين التي ستنصب يوم القيامة، موازين أعمال، بل ما مات منهم أحد إلا وضع تحت رأسه كنوزه وأمواله، وضع بجواره طعامه وشرابه، حتى إذا بعث يوم القيامة، صحيح اعتقاد فاسد لكن موجود، حتى إذا بعث يوم القيامة وجد مال ينفقه، وجد طعام يطعمه، وجد في بعض المقابر العسل، عسل نحل، وسبحان الله 3000 عام قدر عمره ولم يعتريه فساد. هذا معتقد موجود عند كثير من الناس، لكن من الناس من أنكر، وأمام كل رسل وجد من ينكر. ولذلك نلاحظ هذا الملحظ، جل الأنبياء ردوا على هذه الشبهات، ورد كان ميسور كما نصت آية القرآن: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. فماذا كان الإنسان قبل خلقه؟ نحن أحياء. قبل 100 عام ماذا كنا؟ ما كنا شيء، ما كنا شيء. كيف حولنا الله عز وجل من لا شيء لشيء؟ أذن الله أن يخلقنا من التراب، وصب عليه الماء صب. آدم خلق من التراب مباشر مع الماء، سماه ربنا الطين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من الطين. أما
ذرية آدم فالنسل كله حصر الله خلقه في آية واحدة، قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. من أين جاء الماء المهين؟ من الأرض ومن التراب، ما جاء من غيرها. الإنسان بيطعم طعام ويتحول في داخله إلى ما شاء الله أن يتحول، وفي هذا يقول تعالى فلينظر الإنسان طعام أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شق، الماء والطين فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة مؤبة متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى كل ما طعامه من النبات جاء من هذا الطريق مباشر، ومن الحيوان جاء من النبات، فما نبتت أجسام الحيوانات إلا على النبات. آكل اللحم لا يؤكل، أننا نأكل آكل عشب. إذا ندرك هذا المعنى، هذا الطعام تحول في أجسادنا إلى ما شاء الله لأن يتحول. قطرات من الطعام تتحول في أبصارنا لمحل نظر ورؤية، في أسماعنا لمحل سمع، في جسمنا تتحول منها أو تتكون منها في ظهور الأبناء مني رجال، وفي صدور النساء ماء النساء، ومن هذين يكون الإنسان. لذا يقول تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب ظهور الرجال والترائب صدور النساء، هذا معنى خطير جدا. فالإنسان جاء من عمود الإنسان الفقري، وكيف تحول من نخاع لمني ثم جمع في حصة الهوية وصار إنسان، صار مني. والإنسان يتعجب، قال ثم جعل نسلهم من سلالة، سماها سلالة ليه؟ لأنها حال خروجها تحمل كل صفات الأب وكل صفات الأم، شيء عجيب. قال من ماء مهين، ماء ضعيف جدا جدا، دفعة واحدة من الرجل ينزلها تحتوي 200 مليون حيوان منوي. ابن آدم من واحد منها، واحد فقط. طب ليه 200 مليون؟ ودي الدعوة للنظر، لما يقول ويقول الإنسان إذا مت لسوف أخرج حيا، قال أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. ودعانا النظر، قل سير في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ، كيف أنشأ الله من عدم وحوله مخلوق حي. هذا الجيش الجرار اللي قوامه 200 مليون، نستطيع نعد في الأرض جيش بحجمه بعدده؟ جيش 200 مليون حيوان منوي عن 200 مليون مخلوق، هل تستطيع البشرية مجتمعة خلق واحد منها؟ قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ها؟ فين قدرة الإنسان؟ فين طاقة الإنسان؟ هذا الخلق المهين رب العباد أعطاه قوة عجيبة جدا، وهيأ له طاقة عجيبة جدا، 200 مليون بني آدم مخلوق حي. أي واحد منهم لو صادف بيضة والتحق بها تكون إنسان. طب ليه 100 مليون؟ ما كان واحد يكفي؟ لا، ده رب العباد أراد أن يرينا فضله علينا واختياره لنا ويضمن سلامتنا، فأوجد مع هذا الإنسان الجديد اللي هيتكون جيش كامل لحمايته،
ولتهيئة سبل استقراره واستمراره. 200 مليون، 200 مليون. ثم وصف هذا الماء في لحظة خروجه قال من ماء دافق. يعني دافق لما تصب الماء من مسافة عالية جدا بينسى شكله، متدفق. سرعته كام؟ ماء المني قدروا سرعته بكام؟ أكثر من 100,000 سرعة الصاروخ حسب المسافة اللي يقطعها مع حجمه في الزمان اللي يقطع فيه. فوجئوا بسرعة أضعاف 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 سرعة الصاروخ بالقوة دي. أيوه، زفة ربانية، زفة. وجيش كامل لحماية إنسان هتكون، عشان بس ندرك فضل الله علينا. الغفلة عن هذه المعاني كارثة. كل الجسم المتدفق بينزل بسرعة عجيبة جدا، ولذلك لحظة نزوله الجسم يتحول لقاذفة، لمنصة صواريخ. عارف منصة صواريخ؟ ها؟ والمقذوف والمني، الجسم كله يرتج. الارتجاجة الشديدة دي اللي بتقع الإنسان وبعدها يتهد، بعد الإنسان بشرة يعاني تعبان، الجسم أنهك لكي يخرج هذا المني بهذه القوة السريعة جدا القوية جدا، هذه الكميات الضخمة بهذه السرعة من ماء دافق. اللحظة دي الإنسان لو راجع نفسه لعلم ملايين خلايا في جسمه تموت، تستهلك في اللحظة. ولذا سنة لنا الغسل بعدها، بعد الإنزال يشرع لنا الغسل في كل الأحوال للخلاص من كم كبير من الخلايا التي ماتت والتي تسمى عند الناس الدرن الوساخ. الذي لا يغتسل ريحته تنت، وذلك إن اقتربت ممن لا يغتسل من أهل الكتاب ولا غيرهم تشم رائحة رهيبة جدا. كم من موت، كم الخلايا ماتت. فالعملية دي مش مسألة سهلة. ده رب العباد بيهيئ لك حياتك، حياة جديدة ومخلوق جديد وإنسان مستخلف في الأرض. فرب العباد اعتنى به اعتناء عجيب واهتم به اهتمام رهيب. إذا قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، 200 مليون جندي لحرسة الإنسان عشان يصل لمبتغاه، وبسرعة رهيبة جدا جدا يتم القذف. ويتم في مهبل المرأة، داخل مهبل فتحة الرحم ضيقة جدا، فتحة الرحم بالنسبة له واسعة جدا النهبل. لماذا لم يخرج الفتحة الواسعة والفتحة أسفل وفتحة الرحم أعلى؟ السرعة الرهيبة دي حتى لا تمكن شيئا منه يسقط، يستمر، تستمر هذه الكمية، هذه الجيوش الجرارة. أقصى جيش في الأرض عدده كام؟ مليون. دول 200 مليون مخلوق، 200 مليون مخلوق. صحيح حصل خسائر، حصل الطريق هتحصل، ما جيش بالحجم ده لازم يحصل فيه خسائر. كل هذا يتجه إلى فتحة الرحم الضيق لا يخطئ. الأطباء نفسهم حاروا، ليه لا يدخل إلى الفتحة دي؟ ليه لا يعكس؟ ليه لا ينزل الجهة الأخرى الأسفل؟ لماذا لا يعني يتجه الفتحة الواسعة وليس الضيق ويخترق الرحم حتى يدخل داخلها؟ كل هذا الكم لتهيئة حياة الإنسان. اللحظات اللي يصل فيها الرحم مع أنه جاي في اتجاه واحد، والكلام ده علميا يحير، أي طلق صاروخي يمشي في اتجاه واحد استثني، يعني حتى المخزوفات كلها واخد الشكل المستقيم
او الخط المستقيم. النادر منها اللي بياخد شكل قوسي زي مدافع الهواء. المني طالع بنفس السرعه دي داخل الرحم، لو متجه بنفس الاتجاه ونفس السرعه هيخترق الرحم. العجيب مجرد ما يتجاوز فتحه الرحم يغير الله نظم حياته، فلا يتجه في نفس الاتجاه، يدور في شكل دائري داخل الرحم. الرحم على شكل بالونه، لا تنتفخ بالدماء فتصبح كالكره صلبه. الدماء دي اللي منها ياتي الحيض، ويأبى الله الا ان جعلها تتخشب وتصبح بكثافه عاليه جدا جدا جدا، كثافتها قدرها بمئة ألف ضعف الأسفلت في الشارع. عشان تكسر أسفلت عايز تكسره بإيه؟ معدات ثقيلة. الأسفلت اللي داخل الرحم ده، ده عبارة عن قرار هيأه الرحمن لحماية الإنسان. اكسدام، بس اكسدام رباني مش زي بتاعنا فايبر أي خبطة تجيبه، لا، أي خبطات في الرحم يمتص جدار الرحم هذه الخبطات ليسلم الطفل. لذا يقول تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. الرحم هذا القرار المكين يتلاقى فيه مني الرجال وماء المرأة. ماء المرأة بيضة، بيضة المرأة بتنزل مرة واحدة في الشهر وبيض واحد، إلا أن يشاء ربي شيء يبعث اثنين أو ثلاثة، يعني الحالات قليلة جدا، لكن غالب العام تنزل بيض واحد. متى تنزل؟ مرتبطة بالرحم والحيط. إيه علاقتها بالحيط؟ يا أخوان نفهم حتى ندرك سياقات القرآن. لما سوق رب العباد آية لا سوقها لمجرد النظر، إنما سوق نبحث فيها. أن خلقناه من قبل لم يكن شيئا. إزاي تم الخلق؟ إزاي تحول الخلق؟ إزاي تحور؟ إزاي نما؟ شيء عجيب جدا جدا مذهل. المرأة قدر لها أن لها رحم. الرحم ده عبارة عن الوعاء اللي عيش فيه الطفل. رب العباد كل شهر ينظفه تنظيف كامل، كل الدماء اللي تجمدت فيه حوالته دي، الرحم يغيض ويزداد حتى يفتتها هتقطع وتنزل. يا معنى نظافة نفسه كما قال تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار. الغيض والزيادة دي تطرد كل الدماء في صورة ما يسمى بالحيض، ولذلك الفقهاء كلهم قالوا حيض دماء طبيعية تنزل عند كل بنت حواء لا تخلو منها امرأة. نزل الحيض، لحظة بدء نزوله لحظة تكون بويضة في المهبل في الحوصة بتاع المرأة. أول لحظة ينزل فيها الدم لحظة تكون بويضة في المهبل بتاع المرأة. ليه؟ يبدأ الرحم يعد للمخلوق الجديد. نظف الرحم تبدأ الدماء تنزل من جديد، ويبدأ يعاد فرشة عروسة هتكون. عروسة من غير عفشة؟ الرب يعد لها العفشة ويهيئ لها رحم جديد. متى تنزل وتزف؟ في منتصف المد، ما بين أول قطر الدم حيض لغاية نهاية الطهر قبل الحيض الجديد. الفترة دي في غالب النساء 28 يوم، جزء منها حيض وجزء طهر. الحيض يختلف المرأة الثانية، لكن غالب النساء من 5 إلى 7 أيام مع الزيادة النقصان، وكل واحد حظه. واحد رزقه تبقى مراته حيضها يوم وليلة، واحد تبقى 10 أيام تجيب الآخر. الشاهد يا إخواني أن في منتصف المدة بالضبط تبدأ البيضة تنزل. إذا نزلت للرحم
عمرها داخل الرحم 24 ساعة فقط. إن حدث تلقيح تكون إنسان وإلا ماتت حزنا ألا تجد زوجا. ترتيب ربنا عجيب. إذا وافق وجود البويضة طبعا مع ملحوظة، قد تتقدم أيام وتتأخر أيام يوم 14. وقت الخصوبة أو أخصب أيام المرأة بعد 14 يوم من بدء الحيض. الفقهاء قالوا إن فترة الخصوبة اللي عايز يعزل مع نسائه يبقى يعزل الفترة دي يوم 14، ياخد 3 أيام قبل وثلاثة بعد، يبقى يبدأ من 11 ل 17، ده وقت الخصوبة اللي احتمال الحمل فيه قائم. قبله لا حمل وبعده لا حمل، عشان فترة الأمان. الصحابة كانوا أوعى منا، ما احتاجوش لحبوب منع حمل، نظموا نفسهم من غير حبوب منع حمل. اللي عايز ياخد المرأة تأخذ فترة رضاعها يعتبر هذه الفترة كفترة الحيض، يعاش من الخارج، وما قبلها أمان وما بعدها أمان، له أن يعيش أهله كما شاء. الشاهد إذا وجدت البويضة ووجد هذا الجيش والتقي يحصل عملية عجيبة جدا. تخيل 200 مليون جندي دول يتجهوا لنقطة واحدة في البيضة ليخطئوها. بيضة المرأة أشبه ما تكون بالوضع اللي احنا بنقولها بتاع الفرخة دي، نفس شكلها لكن على صغير. لو لاحظت البيضة هتجد لها رأس حد، مش كده ليه؟ والناحية الخلفية أعرض ما في البيض. الرأس الحد دي أشد أماكن بويض، صلبة جدا لأن فيها كالسيوم عالي جدا. ولذلك الجمال البدو يقول لك لو ضعت البيضة على ظهرها وداس الجمل أو ضغط الجمل بجسمه على سن البيضة ليكسرها. الجزء الخلفي أقل نقرة تفتح. الجيش الجرار ده كله لا يتجه إلا للخلف، ما يجيش من أمام أبدا، ما فيش واحد يخطو، والكل يحاول اختراق القشرة في هذه المنطقة. فيتحول كل هؤلاء الجنود لاستشهاديين أبطال، يضحوا بحياتهم حفاظا على حياة الباشا الجديد اللي جاي. عارفين الباشا؟ أنت سعادتك الباشا. ملايين من الخلق ضحى بهم الرب لإنقاذك. كل دول كل واحد منهم حياته صغيرة جدا يحاول اختراق القشر، ملايين يموتوا، ملايين بل مئات الملايين عشرات الملايين، كل دول بيموتوا، لكن كل واحد قبل ما يموتوا كان عمل أدى دور، خلق ولو جزء صغير جدا جدا جدا، واللي بعده واللي بعده لغاية ما تقع فتحة. مين اللي يعبر في الفتحة دي؟ الباشا. عبر خلاص خلصت، هتعبر معه مجموعة تحميه لغاية ما يتم التلقيح. طب والباقي راح فين؟ اللي مادة يأبى الله إلا أن ينفع به الإنسان، يتحول لمادة صمغية. ولذلك النذي لزج، ورب العباد وصفه بهذا فقال لازم. اللازم اللزج. اللزوجة دي أول ما يتم التلقيح البويضة نفسها تتحرك حركة شديدة جدا، تجوب الرحم وتنشن تنشين عجيب إلى فتحة في الرحم لا تخطئها، وترجع بالخلف روس طك تروح لزقة. الفتحة اللي اخترقت دي تيجي قصاد فتحة الرحم لا تخطئها، لا تطلع فوق تنزل تحت، والمادة اللاصقة تلصقها في الرحم. لحظة ما تلتصق في الرحم، انت عارفين الكابينة بتاع الطيارة، اول ما بتقف الطيارة راح جايبين ال ويدخلوها عليه ها ويلزق، اول ما يلزق تفتح الباب. عملية تشبه هذا بالضبط، لحظة ارتشاف البيضة والتصاقها في جذر الرحم ومجيء الفتحة على الفتحة، يفتح باب الفتحة الداخلية في جذر الرحم ومنها يدخل كل حاجة الانسان، وتتحول هذه الفتحة لما يسمى بالحبل السري.
الفتحة دي فين؟ ها؟ في نقطة في جدار رحم صغير جدا لا تخطئها البيضة، فتحت خلاص يبقى باب الرزق جاي. كل حاجة الإنسان تبدأ تعترض إليه من الجسم المرأة، فده ترتيب ربنا عجيب جدا. كيف أدار هذه العملية؟ اللي أدار هذا كله يعجزه أن يعيد خلقه بعد ما تكون؟ لذا استدل على الإحياء بالأصل، وبين أن الإعادة أهون بكثير جدا 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 من بدء الخلق. ليه؟ أنت تكون حتى بعد ما التحم البيضة صغيرة جدا، التحم المني وبدأ يجي لهم غذاء، خلايا صغيرة تبدأ تنمو. كما قال تعالى: لقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. طبعا المضغة ذكرنا إجمالا في الآية الأحد، فصلها المخلقة وغير المخلقة، ثم خلق المضغة عظامة، يعني جعل العظام الأول أيوه، ثم كسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق. الذي دبر هذا كله يعجز بعد ما الإنسان صار إنسان وصار جسم موجود أن يعيد خلقه؟ لذا يقول تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني إعادة الخلق أهون عليه كثير من بدء الخلق. ويقول الإنسان: إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. إزاي تم هذا الخلق بهذا الترتيب ربنا العجيب جدا؟ ها؟ وإزاي تحول حتى يعني الجيوش دي في الأول تنفع وفي الآخر تنفع؟ إزاي تحولت لمادة لزجة؟ وإزاي كانت سبب في إن التصاقها بالرحم؟ خلي بالكم، لولا هذه المادة كان ممكن البيضة تطير ولا يتم الحمل، بدون غذاء لن يقوم. اللوب اللي بيحطوه ده اللوب لا يمنع الحمل، لكن هو بيلف داخل الرحم. كل هدفه كلما التصقت البيضة في الجسم الرحم ينتشل ينزعها مكانها تاني، فيمنع وصول الغذاء لها تموت. وضحت؟ ده دور اللوب. التصاقها في جدار الرحم ده آية من آيات الله، ولذا قلت تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازج. من طين لازج، ما في شيء وجد عبس، ما خلق الله شيء عبس أبدا، فشاء الله هذا حتى إذا غاض الرحم أو ازداد لا طاقة له على نزع البيض مكانه، خلاص استقر الحمل. إذا ندرك هذا المعنى. ويقول الإنسان: إذا ما مت لسوف أخرج حيا قال أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. واللي مش عايز يفهم غدا هيفهم، لكن هيفهم حين لا ينفعه الفهم، كما قال تعالى في نفس السورة في أولها، قال: وأنذرهم يوم الحسرة، فسمى يوم القيامة يوم الحسرة. كل من كذب أو ارتاب في أي أمر أمور الله عز وجل وأقداره سيجد من الحسرات ما يقتله، ولذا سماه يوم الحسرة، وده يوم من وصف من أوصاف يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الكل هرجع هرجع. لذا يقول هنا: أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك، فيقسم بذاته العلي، مش على البعث بس، البعث وما بعد، البعث والحشر والعذاب كله هيجي، جاي 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 جاي، شئنا أم أبين. بل رب العباد في كل المراحل تحدانا، تحدانا في الخلق وتحدانا حتى عند الموت.
قال كلا إذا بلغت التراقي. الروح اللي احنا نفخنا فيها في الإنسان دي هنسلبها منه في لحظة. إذا وصلت ترقوته من يملك علاجه؟ ترقوة هذه المنطقة اللي هنا يترقب مثلا فلو الحلقوم هنا رب العباد تحدانا بالترقوم مش بالحلقوم. قال كلا إذا بلغت التراقية وقيل من مناق أي من يرقي هذا؟ من يعالجه بعد أن صارت روحه عدة قوته لسه ما خرجت؟ هل تستطيع الدنيا بأسرها ردها؟ يستحيل. لذا يقول تعالى وقيل من راق وظن أنه الفراق. ظن أنه مدام جاءت أن مشددة عنت اليقين يبقى أيقن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ إيه يعني مساق، يعني كل حركة بعد اليوم حيشق فيها رغم أنف وأنف اللي خلفوه لا خير له فيه، الخير كله كان في الدنيا. وما هو آت لا خير لنا فيه، إلى ربك يومئذ مساق حنساق. وهنا يقول يقسم بذاته فيقول وربك فوربك لنحشرنهم، هنطلعهم كلهم قبر نحشرهم. بس الحش بمشهد مهيب جد، لسنا فيه وحدنا بل كل الخلق معنا. قال فرح وربك لنحشرنهم والشياطين. من الشياطين؟ ها طبعا كلنا بنصفها على الجن مش كده ليه؟ ها يا اخوانا نفرق بين الجنس وبين الوصف. الانسان اسمه انسان، جنسه انسان، والجن جنس الجن. الشيطنه صفه، الشيطنه المكر والخداع، فحنجدها في الانس والجن. ولذلك في شياطين انس وشياطين جن. اذا زادت المكر والخداع يسمى مارد، وبرضه هنلاقي مارد في الانس ومارد في الجن. فاذا زاد اشد سمي عبقري، كانت عبقري تطلق على اللي بلغ شان كبير جدا في المكر والخداع، وقد تطلق على شد الذكاء. يبقى الاستعمالين. فاذا وصل نهايه المكر والدهاء سمي عفريت. يبقى دول اربع مراحل واربع صفات ينطبق على الإنس وعلى الجن. فهنلاقي فيه شيطان في الإنس شيطان في الجن. قال تعالى وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فسمى دول شياطين دول شياطين. وفي مرضى في الإنس مرضى في الجن. وفي عباقرة في الإنس وفي عباقرة في الجن. وفي عفاريت في الإنس وعفاريت في الجن. ها؟ طب من الأقوى؟ الإنس. يعني العفريت بتاعنا عفريت. يقول أبو حمد الغزالي رحمه الله تعالى على لسان الشيطان إبليس، يقول إبليس كنت بالأمس للإنسان أستاذ بعلمه الشيطان، وأنا اليوم للإنسان تلميذ. أنا دلوقتي بتعلم منه إبليس. وصلت؟ إبليس بيتعلم من أبلسة الجن الإنس الأبلس. الآن عندنا أساتذة رحم الله عمر العزيز يقول لما يعني الحجاج أتعب الناس فقال عبارة عجيبة جدا، قال لو أن الأمة تخبثت يوم القيامة. يعني تخبثت يعني عملت مباراة في الخبث، فأخرجنا الحجاج بن يوسف عن أمة محمد لخابسنا به الأمم. أنا أتعرف الدرس أقول رحمك الله يا عمر، الحجاج تخبث به الأمم، أما لو شفت اللي عندنا تعمل إيه؟ الحجاج بالنسبة له ملاك، احنا عندنا مش أبلسة. لا لا لا، نسأل الله العفو والعافية. إذا ندرك هذا المعنى، رب العباد يقسم فيقول وربك فوربك لنحشرنهم والشياطين، كل من سعى في إضلالهم وكل من كان له دور في إفسادهم إنس أو جن، فوربك لنحشرنهم أجمعين. لنحشرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية،
فربك إن أحشرناهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسية. وده مشهد أيضا مشاهد يوم القيامة. القرآن يصفه في موضع عدة، وأن الناس يجتمعون في البداية على ظهر أرض جديدة غير أرضنا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله واحد قهار. أرضنا كروية، الأرض الجديدة مستوية، يقف على ظهرها كل البشر من آدم إلى قيام الساعة في مكان واحد. النبي يصفه فيقول تدنو الشمس من الرؤوس، مسافة كام؟ وليس الشمس من الحلي، لا، ده الشمس دي هتكور، وبعد ما تكور تصل لمرحلة الكدر، تكدر أن تبقى فحم سودة، لا نور ولا لهب. درجات حرارتها في هذا التوقيت هتكون ملايين ضعف حرارتها الآن. تدنو من رؤوس العباد كما نص الحديث مسافة ميل. يقول ابن قرطبي في شرح الحديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال فتدنو الشمس رؤوس حتى يصبح بينها وبين رؤوس العباد ميل، قال الميل عند العرب له استعمالان، ميل مكاني 1600 متر، وميل آخر مرود المكحولة اللي بندخله في المكحولة عشان نسحب بالكحل، يعني طوله 4 سنتي، عرض 4 أصابع. يقول القرطبي وجمعا بين المعنيين فأبعدوا الناس من الشمس في هذا اليوم بينهم بينها 1600 متر، وأقربهم منها 4 سنتي، والناس بين هذين. خلي بالك من هول هذا الموقف، كما نص الحديث قال يقف الناس على صد واحد تنو شمس رؤوسهم فيتصبب الناس عرقا، والإنسان لا يحشر بحال الحادي من اسم الحادي. سلامات، كل أعضائك التي ميحتها في حياتك تسمع عليك. كم ضفر قصصت من أظفارك؟ أين ألقيتها في الأرض؟ كم شعر قصصته في حياتك؟ أين ألقيتها في الأرض؟ كل ده أعضاء منك. سنة النبي إن قطعت أو قصت ندفنها كأجسامنا تمام بتمام لأنها ميتة وقطعة منا، وسن أمتها الناس. خلايا جسمك مع الجماع أو مع غيره ومع المجهود هتلاقي خلايا بتموت، لو حركت إصبعك هتلاقي مادة بيضاء، دي مئات الخلايا ماتت. كم من الخلايا في أجسام ماتت وألقت في الأرض؟ يوم القيامة كل هذا سيجمع عليك، ما في خلية تفلت. أهل الجنة كما جاء في الحديث يخرجوا في طول آدم، يعني إن شاء الله سيادتك اللي طولك مترين لربع ده هتلقى يوم القيامة طولك 36 متر، ده إن كنت موفق من أهل الجنة وملتزم بطاعة الله، يعني هتأكل لقيمات يقيم صلبك، مش كده ولا ايه؟ فهتطلع في الهيئه دي، في طول ادم، في جمال يوسف عليه السلام، على قلب الحبيب محمد. دول اهل الجنه. طب واهل النار اللي عمال يعلف طوال حياته وخلايا والخلايا عمال تموت؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ياكل بمعده والكافر ياكل بسبعة أمعاء. فاللي بيأكل بسبعة أمعاء ده يبقى حجمه زي حجمنا ولا يبقى سبع أضعاف؟ النبي يصفه صلى الله عليه وسلم فيقول يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه 70 مسيرة 70 يوم. المسافة دي تصبح مسيرة 70 يوما، وحتى أن غرز جلد أحدهم سك الجلد مسيرة 3 أيام، وحتى أن ضرس أحدهم مثل جبل أحد 17 كيلو، وحتى أن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة 500 كيلو. وذلك إخوانا السياقات دي دقيقة جدا. السلسلة تربط برقبته عرضها كام؟ 70 ذراع، يعني مش 36 متر، لا 39 متر، دخل في 40.
وضحت؟ يعني مش بيت 12 دور، لا 15 دور. جماعه المهندسين يحسبوها 15 دور. ده عرض السلسله هتتحط فين؟ في رقبته. ها؟ مقررين في اصفاد. ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. توثق بها رقبته وايديه ورجليه. 70 ذراع. بأجسامنا دي هتروح فين؟ وضحت؟ اذا ندرك هذا المعنى. في المشهد المهيب ده والناس في وقوف يتصبب الناس عرق. كل على قدر جهده في الدنيا. اللي بذل جهده وعرقه لله في الدنيا يقل عرقه يوم القيامة. واللي ظن على الله بجهده سيلجمه الله في عرقه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يغطي ركبتيه، ومنهم من يغطي منتصفه، ومنهم من يلجمه العرق. وعرقك ليك لن يذهب على جارك. ويتمنى الناس آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليه. موقف مهيب. حتى يصرخ الناس يطلبوا الشفاعة. من آدم يعتذر، من نوح يعتذر، سيدنا نوح يعتذر، سيدنا إبراهيم يعتذر، لغاية ما اتصل الحبيب محمد في النهاية. يقول أنا لها أنا لها، ودي الشفاعة العظمى اللي سن لنا أن نطلبها لرسول الله عشان يمن الله بها عليها. عاقب كل أذان: اللهم آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي دعته. المقام المحمود الشفاعة العظمى. أن يطلب من الله أن يحكم بين عباد. مش عايز أطيل في موضوع الشفاعة، لكن اختصرتها اختصار شديد جدا جدا، سامحوني يعني. إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن الله بتغير الحال، فعندها يأتي كل رسول تجتمع عليه أمته، ويبدأ تطير الكتب، ويبدأ تحول الناس. ثم يتجه الناس جميعا إلى جهنم. فين؟ ونحن في أرض المحشر، وده الشاهد عايز نصل إليه من الآية. والناس على أرض المحشر يجاء بجهنم، فتوضع بين الناس وبين الجنة. وفي هذا يقول تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يجاء بها، والنبي يصفها مجيئها فيقول: يجاء يوم القيامة بجهنم، فتوضع بين أرض المحشر وبين الجنة لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك. وهي قادم بعيد إذا رأت أهلها من أهل النار تزفر زفرة كل أهل النار رعب منها. قال تعالى: وإذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. خلي بالنا مشهد مهيب جدا. إذا جاء بها توضع بين الناس بين الجنة. ثم ساقوا الناس إليه على 3 أحوال كما قال تعالى: وكنتم أزواجا 3 فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. في الموقف ده، في الموقف هذا الكل هيقرب منها، أول ما يصل إليها هيجثو، لكن مع ملحوظة: مش كل الناس هتجثو، لا، في ناس هتجثو وفي ناس هتساق إليها أصلا بالضرب والعذاب. وضرب بإيه؟ بمقامع من حديد، مرزب بحديد. النبي يصفها فيقول: ينوء بحملها أهل منى. الواقفين بمنى في الحج لو ضعنا عليهم مرزبة واحدة، مقمعة واحدة، لأخذتهم إلى الأرض جميعا. قال النبي: هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم. والذي يقول تعالى: ولهم مقامع من حديد، من حديد، كتل حديد ضخمة جدا. تخيل لما يضرب إنسان بهذه المقمعة والتركيز على نقطتين: يضربون وجوههم وأدبارهم.
من شدة الضرب على الوجه، الوجه مجمع النحاسي، أشد الناس مقامع أئمة الكفر أكابر المجرمين. ثم بعدهم علية القوم اللي ربنا سماه في القرآن الملأ وسماهم الغاوين، البطانة اللي حول كل حاكم حول كل ظالم. ثم الرعي، القادة الكبار مقامعهم أشد وأنكى، وكلما زاد الذنب كلما زاد العذاب، مع شدة الضرب ينقلب على وجوههم، عايز يخفي وجههم الضرب، فمن شدة الضرب يجري على وجهه مش عقله. وفي هذا يقول تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. الصحابة سألوا متعجبين، قال يا رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال يسيرهم عليها من سيرهم في الدنيا على أقدامهم، والذي نفسي بيده إنهم ليسيرون عليها ويتفادون الشوك والسعد، لو لا شوك يعدم جنبه. تخيلوا هذا المشهد المهيب. يبقى ده حال فريق يساق بالضرب على وجه دوب لغاية ما يصل إلى حدود جهنم. جهنم عبارة عن جدار موصد. طب اللي بعدوا عليه عدهم فين؟ الصراط المستقيم ضرب فوقه، لكن له ارتفاع من أرض المحشر واستواء على جهنم ونزول جهة الجنة. طوله كم يا إخوانا؟ مسيرة 3000 عام، ده عرض جهنم. يا ترى في كم نقطعه؟ ولذلك إخوانا أوجب دعاء أوجب الله علينا طلب السلامة من هذا الموقف، جعله الله فريضة في كل ركعة، في كل ركعة فرض أو نفل، اهدنا الصراط المستقيم. وصف عجيب النبي يصفه، يقول هو أحد أدق من الشعر وأحد من السيف، من سن السيف يضرب به بهذه المسافة كلها. ثم يصفه من الداخل فيقول له سوران، لكل سور أبواب، وعلى كل باب كلابة وستارة، كل كلابة مختصة بمعصية، والناس طوائف في العبور. عشان بس ندرك ايه معنى الجثو امام النار، مشهد مهيب جدا جدا. لا اله الا الله. فالناس يعبرون على احوال أهل الكفر وأصحاب الشمال، 3 طوائف، أئمة الكفر، الغاوين، الباقي والرعي، الرعي والجنود، كل واحد له طريقة يعمل به. أئمة الكفر يساقوا من أرض المحشر بالضرب لغاية ما يصلوا إلى الجدار، ما يطلعوش فوق، مش هنشنوا على الخطة الرفاعية ده، لا ده لن يمر عليه إلا الموفق هنجير. لذا يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنا أول من يتجاوز الصراط، والنبيون عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم. فإن كان هذا سؤال الأنبياء احنا فين؟ اللهم سلم سلم. يا اخوانا معنى خطير، واحنا كلنا بنقرا الفاتحه كل يوم في كل ركعه، وعز منا من يعيش هذا المعنى بقلبه او يدعو فيه دعاء مضطر محتاج للاجابه وتحقيقها. يعني انسخ هذه المعاني، لان الكارثه ان تسال الله امر جلل وانت لا تعي ما تطلب ولا تقصده، كيف يستجاب لك؟ ما لم نفهم هذه الحقائق كيف نحسن الضراعة
كيف نحول دعاءنا دعاء مضطر محتاج لإجابة، وهذا أهم أسباب الإجابة كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يبقى هو ده المشهد. الثلاثة اللي هيساقوا وهم أئمة الكفر يساقوا على وجوههم، فيصل إلى جهنم على رأسه، وجهه الأسفل ورأسه فوق، حتى إذا أيس من أن يجد مفر والملائكة خلفه بالضرب ولم يبقى أمامه إلا الجدار، عندها يقل ربه بربوبيته فيتذلل الله بالدعاء: يا رب لا أمل إلا أن تفتح لنا الدعاء الباب أو الجدار. إذا فقدوا الأمل في النجاة وتضرعوا ضراعة المستميت المضطر للدعاء يفتح الجدار وإذا به جهنم، فكل الملتصق في الجدار هيهوي في النار على أم رأسه. لفين؟ لأشد دركات جهنم عمقا. الجنة درجات والنار دركات. النبي يصف مشهد بس بسيط، يقول إن العبد اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إذا كانت الكلمة هيهوي بها 70 سنة لتحت في قاع جهنم، أما الأئمة الكفر يهوي كام؟ وصل معنا؟ 70 خريف بكلمة لم يلق لها بال. أما الجرائم أهل الكفر يهوي بها كام؟ مسألة خطيرة جدا. لذا قال تعالى: فأمه هاوية. مفسرين قالوا لها معنيان: المعنى الأول يتعلق بأئمة الكفر أكابر المجرمين، والمعنى الثاني يتعلق بأتباعهم البطانة الملأ. المعنى الأول قالوا يهوى على أم رأسه لأنه أصلا واقف على أم رأسه فيهوى عليه. الفريق الثاني لما رأوا أئمة الكفر هوى على رؤوسه، الملأ والغاوين يهموا بالفرار، لكن خلفهم تروس بشرية ودرع بشرية، كل من أضلوهم من الرعية والجنود هيروح فين؟ والنار لا تمهلهم، مجرد ما تفتح الجدار النار نفسها تبرز من جهنم فتلمهم بالواحد. وفي هذا يقول تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. سموهم ايه؟ الغاوين. يبقى دي بروزها مش لكل الناس، لدول. وبرزت الجحيم للغاوين، هتبرز تعمل ايه؟ تلمه وتاخده وتخرج بيه. ولذا ده التفسير الثاني لقوله تعالى: فأم هاوية قالوا تخرج النار فتحتضنه كما تحتضن الأم جنينها ثم يهوي في قاعها. واضح المعنى؟ يبقى ده حال الفريق الثاني. الباقين على نفسهم اتحصروا ما بين النار ما بين الملائكة، هيجسر الكل على ركبه. حتى أهل الإيمان أول ما وصل بداية الصراط الكل من شدة الخوف يجسر على ركبه. طبعا بقية أهل الكفر الجنود الرعية رب البلد وصف كيف هو خزوه، فقال: فبأي آلاء ربكم تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم. كل دول ربنا حط لهم ختم الكفر على جبينهم فيعرفوا بسيماهم، فيأخذوا بالنواصي والأقدام، الملك يأخذهم من ديه رجليه يحذفوه. يبقى فريق هوى بأم رأسه ودول أهل السبق في الكفر وأئمته، فريق خرجت النار لتجمعهم، فريق الملائكة في النار ألقوه. يبقى دول اللي رحف ده من أول لحظة. إذا قل: فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجلسية. الفريق الأعظم هجس على ركبه. أهل الإيمان نفسهم من هول الموقف هجسوا على ركبه، وخاصة إذا عاينوا النار. ولذا يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار. أول ما يشوفوا النار بعيد بس، إيه اللي يحصل لهم؟ ولو أداة شرط،
ذكر الله فعلها، أين جوابها؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار، إيه اللي حصل لهم؟ سكت الله عن ذكر الجواب، لم يذكره، ليتخيل كل إنسان ما الذي سيحدث له. وضحت؟ فتح باب الفكر والخيال. ولو ترى إذ وقفوا في النار، لو عينت النار بالحجم الرهيب ده وبالحر الرهيب ده هيحصل ايه؟ انت تخيل، انت تخيل، وكل الخلق يتخيلون. ولو جمعنا كل تخيلات الناس كلها على بعضها الامر اشد منها. لذا قال اهل العلم سكت رب العباد هنا عن ذكر جواب لو، لتذهب فيه العقول كل مذهب، والامر فوق ما ذهبت اليه العقول، اشد من هذا. هنجسه حروك. يبقى فريق دخل النار على وجهي على رأسي، وفريق جثى. أهل إيمان نفسهم عرفين. النبي يقول والنبيون على عندما دخل الصلاة تسأل ربهم الله مسلم سلم. الناس من الهول الموقف شايفين منظر الأنبياء قدامهم، هنعدي إزاي بقى وعلى الطريق الدقيق جدا ده، وعلى ظهر جهنم، على ظهر جهنم. أشد موقف هيقفه الإنسان حتى أهل الجنة. مشهد مهيب جدا. أهل الجنة نفسهم درجات، المقربين والأبرار الصالحين اللي عدوا اللي سموا في أخلاقهم في عطائهم من عز وجل. وهؤلاء يصف الله حالهم ان الجنة نفسها لا تنتظر ورودهم، بل تضرب هي بطرفها فوق الجسر لتستقبلهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من، فكل الناس يتجاوز الصراط، فمنهم من يقطعه في سرعة البرق. يعني لحظة تمر في الجنة في سرعة البرق. ليه؟ لازم يمر. لذا الآيات هنا تأتي تبين هذا المعنى. ها؟ فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيعة منهم أيهم أشد حماتية ثم لنحن أو أعلم بالذين هم أولى بصلية. قال وإن منكم إلا ولدهم. ولم يقول وإن منكم، خاطب من؟ كل بشر. واردها، هل الورود الدخول ولا الورود الوصول؟ الراجح المرور، مش لازم الدخول. فحنمر، حنمر أهل الجنة عمروا عليها من عليها، وأهل النار هو في قاعها، فحنرد حنرد. لذا قال وإن منكم إلا واردها. الصحابة انزعجوا جدا من آدي. هذا عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأحد النقباء الاثنى عشر، أول من باعوا بعت الرقبة الأولى، واخترهم النبي نقباء للأنصار، يعني ده من أسبق السابقين من الأنصار. عبد الله بن رواحة، والنبي يبشره بالشهادة في سيرة مؤت حين قال ليحمل الراية زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختار من شئتم. الصحابة يعلموا كلمة النبي فإن قتل تعني الشهادة. عبد الله بن رواحة أيقن أنها الشهادة، وخارج يطلبها. فعندما خرج الصحابة يدعونا انخرط في البكاء، فسألوه ما بكيك؟ أتجزع من لقاء الله؟ قال لا، ولكن تذكرت آية في كتاب الله. وتلى هذه الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظليم فيها جزيا. قال أبكاني خوفي إن وردتها غدا فلا أدري عن أي المصادر أصدر.
اروح فين؟ هعدي ولا النار هتصطادني في طريق؟ اذا ندرك فريق المقربين هتزلف لهم الجنان وحمر عليها بسرعة البرق. ولذا يصف الله حالا فيقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. دول المقربين سبق. طب وغيرهم؟ تبقى فريق من أهل الإيمان غير سابقين. يقول ابن القيم فالجنة دار الطيبين فالذين طابوا بطاعتي يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوا خلدي. دول المقربين. طب واللي جمع بين الخبث والطيبة؟ قال النار دار الخبثاء. الخبثاء كلهم الخبث خالص هيخش النار مباشرة. طب واللي فيه خبث وطيبة؟ قال يمحصون في جهنم. هيمر على الصراط الدقيق ده وكلاباته كلابة كلاب. إن جاء عند كلابة الزنا ولم يزني يمر تطوى تحت. إن جاء عند كلابة الكذب وقد كذب توقفه الكلابة ويفتح الستر وتطلع النار تشويه فترة. ولذا يصف النبي أحوال الناس فيقول فمنهم من عبره منهم تجازوا في سرعة البرق ومنهم تجازوا في سرعة الخيل. مسير السلف ألف سنة لم تقطع في سرعة الخيل قبل كام؟ ومنهم من يقطعها ماشيا ومنهم من يقطعه حبوة. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر الناس دخول الجنة رجل يخرج من النار حبوة. يعني قطع مسيفة 3000 سنة دي زحفا على دبري استي ياخد فيها كم سنة زحف. وصلت؟ إذن هذه معنى خطيرة وخطيرة جدا واحتاجت فضل الله علينا أن علمنا أن نتضرع الله بهذه الآية في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فنفزع الله أن يهدنا الصراط يبدأ من فين؟ من الآن إلى الجنة وأخطر مرحلة عنق الزجاجة المرحلة الأخيرة عنق الزجاجة. إزاي نتجاوزها؟ دي أخطر قضية في حياتنا. العاقل لا يغفل عنها لحظة وآيات الله تلاحقنا في كل ركعة حتى نفزع الله بهذا الدعاء طمعا وطلبا للنجاة من هذا البلاء. وإن منكم إلا واردها أي ترعب ترعب صحيح كان على ربك حتما مقضي. المسألة دي فاشل صار كان على ربك حتما مقضي. قال ثم النجا الذي انتخب وثم ترعب. يعني مجرد ما نورد نعدي لا ده ثم تفيد ان في مد في مد هنمكسها جسيل. ثم النجا الذي انتخب ونذر الظالمين فيها جسيل. ثم عقب هو اللي استحق الكلام ده كان عمل في حق الله قليل. قال وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقام وأحسن نديا. أخذوا نعم الله ليتعالوا بها على الله وعباده. ولذلك يقول في الآية أخرى فذرني والمكذبين أولي النعمة. سيبهم لي. إزاي أنت يا مجرم تكذب آياتي وأنت نعمة من نعمي وكل ما عندك نعم من نعمي تأبى أن تكون عبد لي وتكذب بآياتي وتكذب رسلي عايز أسيبك. يبقى ده عبد ولا تجاوز كل حدود العبودية. قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بعلما لا درستها ولا فهمتها ولا عرفتها ولا عايز تعرفها ورفضها. طب بعدين هتروح مني فين؟ وعملت فاخر بنعم الله عليك. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يقول تعالى معقبا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كذبت عصوركم. كم أهلك الله قبلهم؟ قرون. نفعتهم أموالهم، نفعتهم قواهم، نفعتهم جيوشهم، نفعهم سلاحهم، راحوا فيه. أين الجبابرة وأين القياصرة وأين الفراعنة؟ يقول عبد الغزالي رحمه الله تعالى: فالحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجبابرة، وقطع به أعناق الفراعنة، وقصر به آمال القياصرة، وكسر به قصور الأكاسرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحافرة. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم؟ كذا جاء في آخر السورة: وكم أهلكنا قبلهم قرن. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم؟ كذا أي صوت، أي حركة؟ فين الجبابرة؟ فين اللي أضلوا خلق وضيعوا عباد وضيعوا أجيال من البشر؟ ولا زال أئمة الكفر يضلوا أجيال. كم أضلوا من خلق؟ كم حجبوهم عن وحي الخالق؟ كم حاربوا دعاة الحق؟ كم سجنوا وكم سحلوا وكم قتلوا؟ شيء عجيب. أظن هؤلاء أن الله غافل عما فعلوا في أوليائه، وهو الذي أعلن الحرب على كل من عدا ولي واحد من أوليائه، فمن بالك بعد كل أوليائه؟ قال تعالى في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. ومن يحارب بالعباد؟ حاكم تعبان، ظالم تعبان. يا إخوان، قضية خطيرة جدا، قضية كبيرة، أكبر العقول وإمكاناتنا. وكم أهلكنا قبلهم قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ هل من مفر الموت؟ وهنا يقول: وكم أهلكنا قبل قرن هم أحسن أساسا ورئي. هتروحوا فين أنتم؟ في غنى من سبقوكم، وفي زنات من سبقوكم، وفي إمكانيات من سبقوكم. هم أحسن أساسا ورئي. ثم يلقن بالحجة: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. إمهال الله ليس إهمال البتة، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لذا قل: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إمهال لحين ترتيب طريقة العقاب ومعاد العقاب، هيرتبه وجاية جاية. وكل ما يخشاه، مش الكافر بس، كل ظالم ومعتدي على عباده. قال تعالى: وترى الظالمين مشفقين مما كسبوا. رب العباد يخليهم نفسين تعبانين جدا وخايفين جدا. الظالم ماشي مرعوب حتى لو في وسط مليون حراسة، وعلى الحراسة حراسة وخايف من كل الحراسة. فإن كان من عمر حراسه يقتلوه، ممكن أحد فيهم يطلع ابن عم واحد قتله. إن كان مرعوب الحراسة، الله يخلنا هؤلاء بس، يعني أعرف رئيس دولة ما كانش يأكل لقمة واحدة من طهي طباخه الخاص به. أول ما قدموا الأكل يقول له: كل أنت الأول، عشان يستمتع بأجمل منظر في الأكل الطباخ، وهو يجي إيه يأكل الفضلة. ذل ما بعد ذل، وعذاب ما بعد عذاب. جلس على الكرسي وفي وسط حراسة ورا حراسة ورا حراسة، ولو لعب فار تحت الكرسي يموت فيها، تجيله صدمة عصبية، ايه انقلب فئراني، الفار هياخد الكرسي. فذلك هوس يمسك لك كمش طفل هحمل القلاب. الله يرحمك يا شيخ كشك، الله يرحمك. اليوم اخونا كل اللي مسكينهم حبة عيال قد كده يقول لك انقلاب انقلب. قال لهم الله: النظام ده اللي حيقلبه حبة عيال يبقى نظام؟ ها؟ وتمسك إمكانياتهم إيه؟ ولك مسكوا مش عارف معهم حبة بوم وحبة مش عارف إيه. حسبهم في مرة طلع 64 قرش. قال: الانقلاب اللي هيجي ب 64 قرش ده انقلاب؟ قال: هو النظام أصلا مخلوق والناس عايزة تعدله، هو مقلوب خلقة مش محتاج حد يقلب، هو مقلوب خلقة. نسأل الله العفو والعافية. فبلاء مبين.
بلاء مبين. هؤلاء أين يفرون من عقوبة الله؟ لذا قلت ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا، بس الله قالوا وهو واقع بهم. وده وعيد من الله إن في الدنيا قبل الآخرة كل ما يخشاه الظالم هيلحقه، كل ما يخشاه هيلحقه. ولذا قلت تعالى في أخرى ولا تحسبن الله غافل عما عمل الظالم إنما يؤخرهم ليوم جاي، اليوم اللي هينتقم منه فينتقم فيه. ولا يقول في ثالثة أفرأيت إن متعناهم سنين، سيبناه شوي وبعدين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. كل النعم اللي عاشوا فيها تغنى عنهم، أجمل قصر وأجمل حراسة تعمل له حاجة أمام عقاب الله عز وجل؟ وضح المعنى يا إخواني، إحنا أمام أمر جلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة، يا عذاب عاجل في الدنيا يا القيامة، ما تعذبش في الدنيا مات، كما يقول عثمان بن عفان من مات فقد قامت قيامته، خلاص خلص. هو اللي هيملكه بعد القيموت وإيه اللي ينفعه بعد الموت؟ القصر ولا المصر اللي حكمه؟ لا القصر ولا المصر ولا الدنيا بأسها تنفعه. لذا قلت تعالى واصف لحظة الموت ولقد جئتمونا فراد كما خلقناكم أول مرة، زي ما خرجت من بطن أمك إلى الدنيا لوحدك هتطلع من الدنيا للقبر لوحدك. طبعا لما أقول ولقد جئتمونا فراد يبقى ده خاصة بالقبر، لأن يوم القيامة مش هنجي فراد، هنجي جماعات جماعات زمرة ها أشتاتة، لكن دي خاصة بعد القبر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، الأموال والثروات والجاه والسلطان كل درح، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنه فيكم شركاء، القادة والساسة والعظماء اللي خدموكم ونصروكم راحوا فين؟ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل ده انتهى. إذا ندرك هذا المعنى، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. أنا مش عايز أطيل الوقت انتهى أكثر من ذلك، لكن آيات شديدة. فأول عقوبات إنذار الله لهم لإهلاكهم، وتمتيع الله لهم لإنهائهم. ثم يأتي النذر الثاني إن خلال الفترة دي مش هيسيبه، ده هيسلط عليهم أشر خلقه الشياطين تتلاعب بهم ما بقي من عمرهم. لذا يقول بعدها ثلاث آيات هعديها، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أز. ودي من العقوبات في الدنيا قبل الآخرة، كيف يسلط الله عليهم شياطين الإنس والجن وتلاقيه عايش ملك أوهم نفسه أنه ملك وهو مرعوب أصلا. مش عايز أحكي أكثر من ذلك. الله يقول واحد ممن كان يعني يسوم الناس العذاب، لا تقال لي شيخ نشأت تقول قال لا أنا أثق في دينك وأمنتك وبتعز إيه، قال لي ما مشكلة مع مراتي تروح كيل، قال لي مرتي ست صالحة وصوامة وقاومت ليل ومحجبة بتشوف الملائكة. قلت له طب وصفهم لي، وصفهم تقول الملائكة مين يا دول جن، قال لي كان هيموت ملائكة بعد انت بتعمل ده هيقول لك الملائكة هيزورك سلامات سلامات. قال لي بنام في الفيلا بالليل والطوال الليل خبطه في الدور تاني فوق. قلت له ما لازم اخبطه وان انت بتعمله الي مش عايز مخبطه، نسأل الله العفو. اذا ندرك هذا المعنى، الم ترى ان، وبعدين تخلي بالك ده بيبقوا في رعب رهيب جدا الحقيقه اللي ناصحين يعرفوا يستغل الكلام ده جماعه الدراويش
اول ما يروح الواحد صوف ولا حاجه يبلفه يقول له لا ده جن وانا هسلط عليك الجن خليه يبوس ايده. ها نسال الله العفو والعافيه. الم ترى ان ارسلنا الشياطين لها حقيقه، وهذا نص لا يدل عليها. الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليه. انت مستعجلش سيبهم لنا احنا، وده معنى قوله فذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا. هنا يقول فلا تعجل عليهم، ليه؟ قال له انما نعد لهم عدا وانما تفوت الحصر، يعني ليس امامهم الا هذا المصير، الله يعد لهلاكهم من الان وانت طالع وانت طالع. ايه اللي بيعده؟ دي بتاعته مش بتاعتنا. انما نعد لهم عدا قال يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. فوصف المتقين بالحشر، وصف المجرمين بالسوق. يوم نحشر المتقين ها، وفي المقابل قال ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا الى اخر الايات. وبين ان كل دول جايين جايين، وقطع الخلاصة فقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فإن كان الملائكة العظام لا يعجزوه ويأتونه عبيد فكيف بالإنسان الضعيف. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله أن يفعلكم بالقرآن العظيم واجعلكم من أهل القرآن الذين أهل خاصته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين الآخرين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم حرمنا على نارك وحرم علينا نارك، اللهم أجرنا من نارك، اللهم لا طاقة لنا بنارك، اللهم أجرنا من نارك، اللهم أجرنا من نارك، اللهم أسكننا فسح جناتك، اللهم ارضى عن رضا لا تسخط علي بعده أبدا، اغفر لنا ما كان منا، اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها ولا آخرها على نيتها وسرها. اللهم كما سترتنا فيما مضى استرنا فيما هو باق، اللهم استرنا فيما باق، اللهم نجنا من عذابك يوم التلاق، اللهم قنا عذابك من تبعث عبادك، اللهم اظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظلك، اللهم اجعل مقيلنا يوم القيامه الى الجنه، اللهم اسكننا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب ولا سابقه عذاب، اللهم اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعد معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، الا غفرته، الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه اليك رضا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا وازواجنا اولادنا وبناتنا واخواننا واخواتنا وذرارينا وارحامنا واهلينا وكل من سالنا الدعاء وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ولهم الذنوب كلها دقها وجلها اولها واخرها على نيتها وسرها. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، انس وحشتهم وارحم غربتهم. اللهم قيم عذاب القبر وعذاب النار رب العالمين. اللهم اظلهم بظلك وما لا ظل الا ظلك. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم، اغفر لنا ولهم. اللهم ارحمنا اذا وصلنا الى ما صاروا اليه. اللهم قنا وياهم عذاب القبر وعذاب النار عذاب يوم القيامه. اللهم ارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده ابدا، اللهم انظر الينا نظرة لا نشقى بعدها ابدا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير في استماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.